حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هقدم لكم فكرة الشال ده، الشال بخيط، عملته بخيط القطن وخيط رفيع. هنبدأ نعمل الشال إن شاء الله، وهنزل لكم الفيديو بتاع الشال كامل على القناة. بس حبيت أنوه على فكرة الشال. الفكرة عبارة عن وحدات بتتعمل بالعواميد في منتهى السهولة وبساطة جدا، غرزة عمود واحدة بس تقدري تعملي الجمال ده. بتبدأي بغرز ثابتة يمين وشمال، وبعد كده بتعملي الوحدات. أول مرة بتعملي وحدة، وبعد كده اتنين، وبعد كده تلاتة، وبعد كده أربعة، وهكذا. بتبدأي تزودي الوحدات، في كل مرة بتزودي وحدة في كل سطر، في كل سطر بتزودي وحدة. تخلصي الوحدة كاملة عبارة عن واحد اتنين تلاتة، 3 مرات الوحدة السطور، تخلصيها وتبتدي تعملي الأدوار التانية، وتخلصي الأدوار وتبدأي تعملي أدوار جديدة. وفي كل دور بتعمليها، وكل 3 أدوار بتعمليها، بتعملي واحدة زيادة. يعني بتخلصي الأربعة مثلا، تخلصي الأربع وحدة التلات وحدات دول، وبعد كده بتبدأي تعملي الوحدة الرابعة، البداية الوحدة الرابعة الجديدة. هنا واحدة بتبقى ثابتة، وهنا واحدة بتبقى ثابتة. تمام، ان شاء الله نستمتع مع بعض بفيديو جميل ورقيق وشيك قوي قوي، والرسمة جميلة جدا. نستمتع مع بعض بفيديو طويل، تابعوني بإذن الله هتعرفوا حاجات حلوة قوي قوي في الكروشيه، وسهلة جدا جدا لكل المبتدئين، وكمان اللي عندهم خبرة يقدروا يعملوها بكل بساطة وسهولة وسريعة جدا للي حابب يشتغل في المشاريع. شكرا لكم، وتابعوا معايا الفيديو، ومع السلامة. مع نتقابل ان شاء الله في الفيديو الطويل. بعمل عدد من السلاسل عبارة عن 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبعد 1 2 3 4 5 6، وبدخل هنا وبعمل عمود بلف، وبعدين بدخل على بعمل 2 سلسلة، وبدخل على الغرز دي بعمل سوري لا مش بعمل سلاسل هنا، بدخل على السلاسل هنا واعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، وباجي هنا بقى بعمل السلسلتين وباخد الخيط وبعمل العمود بلف. تمام، بطلع 1 2 3 و2 سلسلة زيادة، بلف الخيط والشغل بتاعي. بدخل هنا بنفس الغرزة بتاعتي وبعمل عمود بلف، بعدين بدخل في السلاسل هنا وبعمل عمود، 2 عمود، فوق العمود هنا بعمل عمود، بعدين 1 2 2 سلاسل، بسيب 2 وبدخل في التالتة هنا وبعمل عمود لفة، وباجي هنا في السلسلتين بعمل 2 عمود، في السلسلة التالتة هنا بدخل بعمل عمود، 2 سلسلة، وفي نفس المكان بعمل عمود، وبطلع 1 2 3 4 5، باخد الخيط وبلف الشغل بتاعي، وفي نفس المكان هنا بعمل غرزة عمود، وباجي هنا بعمل عمود، 2 عمود في السلسلتين، وباجي كمان بعمل فوق العمود هنا عمود، بعدين 1 2 3، وباجي في الغرزة هنا بعمل عمود بلفة في السلاسل، وبعمل 1 2 3، باخد الخيط، وبآخر غرزة هنا بعمل عمود، وفي السلسلتين بعمل عمود، 1 2، في السلسلة التالتة هنا باخد الخيط وبعمل عمود، 2 سلسلة، باخد الخيط واعمل في نفس المكان عمود تاني. تمام،
بطلع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بلف الخيط وبدخل في نفس المكان هنا في نفس الغرزة وأعمل حرف الفي دي، وبعدين في النص هنا بعمل في السلاسل اتنين عمود والعمود عمود، وبعدين واحد اتنين تلاتة، بدخل هنا في السلاسل هنا وبعمل تلاتة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة، فوق العمود بعمل عمود، بعمل تلاتة الناحية التانية، واحد اتنين تلاتة، بعمل واحد اتنين تلات سلاسل، باجي هنا في آخر عمود بعمل عمود، وبدخل في السلسلتين بعمل اتنين عمود، في السلسلة التالتة هنا بدخل أعمل عمود من سلاسل في نفس المكان، بعمل عمود بلف، أهي الغرزة بتاعتي. تمام، نطلع بالصف اللي وراه، خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بلف الشغل وبدخل هنا أعمل عمود بلف، باجي أعمل عمود في السلاسل، اتنين عمود، تلاتة عمود بالشكل ده، وبعدين واحد اتنين تلاتة، بدخل هنا وبعمل في السلاسل برضو تلاتة، وبدخل فوق كل عمود من العواميد اللي قصادي وبعمل عمود بلفة، بالشكل ده. وبعدين واحد اتنين تلاتة سلاسل، تلات عواميد وبعدين تلات سلاسل، وباجي في الآخر في العمود ده بعمل عمود، في السلاسل بعمل اتنين عمود، وفي الغرزة هنا التالتة بعمل عمود، اتنين سلسلة في نفس المكان، عمود بلف. تمام، هادي اهي الخط بتاعي، والايه الشكل بتاعي في الدور دوت باين معايا اهو. هنبدأ السطر الجديد ونشتغل مع بعض، خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بنلف الشغل وبندخل على الغرزة دي وبنعمل عمود بلفة، وبندخل في السلاسل بنعمل واحد اتنين، هنا نعمل تلاتة. تمام، وبعدين واحد اتنين تلاتة، بسيب السلاسل دي وبدخل هنا بعمل واحد اتنين تلاتة، وبعدين بعمل واحد اتنين تلات سلاسل، وبسيب واحد اتنين تلاتة في الرابع هنا بدخل أعمل عمود، أعمل عمود تاني تلاتة أربعة خمسة، سبعة، بفضل هنا واحد اتنين تلاتة، بعمل تلات سلاسل وبدخل في السلاسل اللي هنا وبعمل عمود، واحد اتنين تلاتة، وبعدين واحد اتنين تلات سلاسل، وباجي هنا في الآخر هنا بعمل عمود، اتنين عمود،
بس في فراغ كده عشان كده فكيته. وبعدين بعمل في السلسلة عمود، بعد كده اتنين سلسلة في نفس المكان هنا، عمود في السلسلة الأخرانية التالتة، تلات العمود ايه، تلات سلاسل دول. تمام، اهي الرسمة بتاعتي باينة شوية معاكو. تمام، حلو، الرسمة بتاعتي كاملة معاكو دلوقتي، وشايفين الخطوات بتاعتي سهلة جدا، شكلها حلو قوي. هنبدأ السطر الجديد بخمسة، برضو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، حفظنا مع بعض، ونبدأ نعمل بالشكل ده. وبعدين بنيجي نشتغل واحد اتنين تلاتة، وبعدين واحد اتنين تلاتة، وبناخد الخيط، وفي السلاسل هنا أو في السلسلة اللي في النص بنعمل عمود بلف، وبعدين واحد اتنين تلاتة، وبكمل هنا السلاسل دول بعمل فيهم واحد اتنين تلاتة. تمام، وبعدين تلات سلاسل، باجي هنا بعد واحد اتنين تلاتة، وفي الرابع هنا بعمل عمود ملف واحد اتنين تلاتة، وهنا في تلات سلاسل برضو بسيبهم بتلات عمويات، وبعمل في السلاسل واحد اتنين تلاتة. هنا عملنا تلاتة، لا هنا أربعة، لحظة بس، هنا أربعة كده، وبعدين تلات سلاسل، تلات سلاسل سوري، هنا أربعة جوه السلاسل، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، في الرابع هنا بعمل عمود واحد اتنين تلاتة، وفي السلاسل هنا بعمل واحد اتنين تلاتة أربعة، بعدين تلات سلاسل، وزي ما عملت هنا اهو بعمل عمود هنا بالشكل ده، واحد اتنين تلاتة، بعمل هنا عمود، وببدأ أعمل السلاسل هنا، واحد العمود قصدي اتنين، في السلسلة التالتة واحد اتنين تلاتة، عمود واتنين سلاسل في نفس المكان، عمود اهي. يعني هنا عملنا واحدة اهي، وهنا عملنا اتنين تلاتة، هنا واحدة وهنا تلاتة. تمام، طلعنا الصف اللي وراه وعملنا الغرزة الأساسية، وبعدين واحد اتنين تلاتة، وسبنا السلاسل دي العمود دي، ودخلنا في السلاسل عملنا واحد اتنين تلاتة، والعمود هنا اشتغلناه أربعة، والناحية التانية عملنا تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وبعدين واحد اتنين تلاتة، وجينا هنا في السلاسل الناحية التانية اشتغلنا واحد اتنين تلاتة أربعة بالشكل ده اهي، الشكل اللي معايا. وفي نفس المكان عملنا تلات سلاسل، بس هي العمود الرابع جوه، وبعدين واحد اتنين تلاتة، وبعدين دخلنا في الفراغ اللي ورا هنا واحد اتنين تلاتة، بعدين دخلت هنا منطقة أربعة، واحد اتنين تلاتة، ومشينا هنا فوق العمود، وعملنا هنا دخلنا هنا في العمود السلاسل، عملنا واحد اتنين تلاتة، وهنا الرابعة، وعملنا الناحية التانية تلاتة، واحد اتنين
ثلاثة، تمام. بعدين واحد اتنين تلات سلاسل، جينا هنا في الآخر عملنا العمود بتاعنا، في السلاسل هنا عملنا اتنين عمود، في السلسلة التالتة واحد اتنين تلاتة هنا عملنا عمود، اتنين سلسلة نفس المكان عمود. اهي شكل الرسمة بتاعتي. بدأنا نعمل واحدة زي دي هنا وواحدة زي دي الناحية التانية، تمام. طلعنا الصف الجديد بالبداية اللي احنا حافظينها، وهنبدأ مع بعض نعمل ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، بنيجي هنا في السلاسل اللي عملناها وبنعمل ثلاث عمويد، اتنين اتنين تلاتة، وبنيجي فوق كل عمود بنعمل عمود، نشتغل العمود دي كده، نزود فوق العمود عمود والعمود عمود بشكل. بنيجي هنا في السلاسل وبنعمل ثلاثة عمود، اتنين تلاتة، وبعدين ثلاث سلاسل، وبنيجي في الفراغ اللي هنا ونشتغل بس العمود، واحد اتنين تلاتة، وفي العمود ده نعمل أربعة، وبعدين ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وبنيجي هنا نشتغل ثلاث سلاسل ثلاث عمويد، اتنين تلاتة، وفوق كل عمود بنشتغل عمود، وبنكمل بقى زي ما عملنا في الغرزة دي، تمام. زي ما عملنا هنا بنعمل هنا، وبنكمل ونعمل زي ما عملنا هنا برضو، هنعمل دول ودي، تمام، وبنكبرهم مع بعض لغاية لما نوصل لنكبر الشغل بتاعنا. هنعمل دور تاني عشان أأكد لكم على شغلنا بيتعمل ازاي، وأكمل الدور ده واجيلكم. هنبدأ السطر بتاعنا الجديد، و واحد اتنين تلاتة، باخد الخيط و بطلع هنا، بعمل واحد اتنين تلاتة، بعدين بعدي تلاتة أربعة، سوري أربعة، بعدين بقى أطلع واحد اتنين تلاتة، باجي بعدي العمود دي واحد اتنين تلاتة، في الرابع هنا بعمل عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة عمود، تمام. بعدين واحد اتنين تلاتة، باجي هنا بعمل أربعة، واحد اتنين تلاتة، وهنا الرابعة، وبعدين واحد اتنين تلاتة، وباجي هنا اشتغل واحد، هنا اشتغل تلاتة، هنا تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وبعد شوف واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة عمود، وفي الرابع هنا بشتغل عمود، هنا عمود، تلات عمود، أربعة، خمسة، ستة، طبعا
ايه زي ما عملنا هنا 7 بنعمل هنا 7 وبنكمل عادي زي ما هنا عشان ما نطولش عليكم. بكمل زي ما عملت هنا بعمل هنا، ودي تاني واحدة عملتها، ادي اول واحدة وتاني اتنين هنا عملتهم، وهكذا بطلع بنفس الترتيب وبنفس الخطوات، بعمل الدور دوت وبعمل كده، وبعدين الدور الاخراني هنا، وبعدين بعمل في الجزء اللي هو قبل دوت يعني هنا في جزء الناحية اليمين بعمل واحدة، وفي الشمال بعمل واحدة، وفي النص بزود كل مرة يعني بعمل هنا واحدة هنا اتنين بعد كده تلاتة وهكذا. ممكن مع بعض دلوقتي اوريكم الوحدة التالتة بتعمل ازاي. طلعت كده بالمجموعة التانية وبدايتها، وهاجي هنا اخد السلاسل وهبدأ الايه الصف بتاعي، هطلع تلاتة وعلى اول 3 سلاسل هنا في النص في غرزة، الغرزة التانية بعمل عمود بلف 1 2 3، وباجي هنا بعمل 4 عمود 1 2 3 4، وبعدين 1 2 3 باخد الخيط وبعد 1 2 3، وهنا في الرابعة هنا عمود 1 2 3، باجي هنا اشتغل هنا 1 2 3 4، 1 2 3، وباخد الخيط وباجي هنا بعمل في الركن هنا عمود 1 2 3، باجي الناحية التانية هنا واشتغل 1 2 3 4، اهي بعدين 1 2 3، اعد 1 2 3، وبدخل هنا واعمل ايه عمود 1 2 3، وبعمل هنا 4 عمود 4، تمام. طبعا زي ما عملت هنا بقى ما عملت الناحية دي بعمل الناحية دي، تمام. جينا هنا عملنا 3 سلاسل وبدأنا هعمل الجزء الوحدات بتاعتنا اللي هي دي، هعمل 3 هنا، تمام. هبدأ أول واحدة وهبدأ قبل العمود ده بعمل هنا 3 عمود، وبعدين فوق العمود عمود هنا، وبعدين 3 عمود تاني 2 3، وبعدين 1 2، وباجي هنا فوق العمود عمود، وابدأ هنا بعمل 1 2 3، بعدين 1 2 3، باجي الناحية التانية بعمل 1 2 3، فوق العمود هنا بعمل عمود، وبعدين 1 2 3، باجي هنا بعمل اللي في النص اللي هي 7 اللي في النص، تمام. الوحدة بقى الايه اللي في الوسط اللي هي التالتة بس بنعملها ايه في النص فوق في حوالين العمود دوت 3، فوق العمود عمود، وهنا كمان 3، تمام 3، وبعدين 1 2 3، بعد هنا وبعمل هنا عمود 2 عمود 3 عمود 2 3 سلاسل، والناحية التانية هنا لا هم كده مش 3، هنا المفروض 4 عمود، وبعدين 1 2 3، الناحية التانية هنا 4 عمود 1 2 3 4، تمام. والعمود وزي ما عملت واحدة الناحية دي
هنا بعمل هنا نفس القصة هنا اهي. يبقى انا عم بدأت واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة كمان تالتة هنا زي دي، تمام؟ هي البداية دي. عملت واحد اتنين تلاتة، يبقى هنا واحد اتنين وهنا واحد اتنين تلاتة كده. بالطريقة دي اقدر اطلع مسافات اللي انت عايزاها من الوحدات بتاعتي والرسمة بتاعتي اهي، تمام؟ كده الرسمة بقت واضحة بالنسبة لكم، تمام؟ تكبري بقى زي ما انت عايزة، الرسمة سهلة وبسيطة، وبتكبري انت المسافة اللي انت عايزاها من الشال او السكارف. انا حبيت اعمله سكارف بقى شكله حلو برضو وواضح قوي الرسمة فيه، فحبيت اعمله بخيط رفيع كسكارف وقطن طبعا، فشكله هيبقى ظريف وباين الرسمة فيه قوي، وخصوصا اللون اصفر حلو قوي. فهكمل انا مسافة وانتوا نتقابل ان شاء الله في ما اخلص مسافة معينة عشان تقدروا تشوفوا الرسم حلو على بعض. بصوا بقى الجمال والفكرة الهايلة عملناها ازاي، يعني طلعت ايه بجد جميلة جدا. الرسمة بتاعتي ادي بدأنا بواحدة وبعدين اتنين واحدين تلاتة وبعد كده أربعة، وكل مرة بتزيد واحدة، تمام؟ بصوا هنا هيبقى مثلا واحد وهنا واحد وبعد كده اتنين تلاتة وواحدة في النص خمسة. شايفين التناسق ازاي؟ بصوا الجمال. بس في العادي بتبدأ بواحدة هنا وواحدة هنا في أول البداية كده اتنين، وبعدين التلاتة بنتقسموا، يعني مثلا واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا أهي كده، واحدة نسيب واحدة نعمل التانية، نسيب واحدة نعمل التانية، نسيب واحدة نعمل التانية، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، تسعة على تلاتة على خمس مرات، تمام؟ على خمس وحدات. هنا أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، والتانية خمسة، تمام؟ شكلها حلو جدا، هيبقى سكارف لذيذ جدا وسهل وبسيط، وخطواته غرزة واحدة بس تقدري تعمليه في منتهى الجمال. إن شاء الله نكون استمتعنا مع بعض مع فكرة النهاردة، ويا ريت ألاقي حد بينفذها ويكتب لي إن هو بيبدأ ينفذها. شكرا لكم جدا، ومع تحياتي جيهان الأنصاري.